سنن الفطرة، الله سبحانه وتعالى فطر الخلق على أشياء. نعم سنة مرتشوة كيوت نساي أوتشوية دانو جيته أوتشوية غي كأي جنداني جنيه نساي يعني دوري ملوك اللام رود نساي. الرجل لابد عليه أن يختتن وجوبا يعني نعم دي تشوة تشوة ونون يكو بيرجي وفحاري وچانو كمان ويقص الشارب يعني لا يجعل الشارب يطيل يطول على شفتيه يعني كاكا جو ماتشو وبيلو جين ليفو وبيلو جين مشارو وكمان وكو يين مون دي وي مشارو مبور بيدو مبور ما لو دوغي ما كادو دوغي وكو يين تي مون ويعفي اللحية then يو تيكي بيدو مبور تو كيكي اللي يل تيكي. الرجال والنساء لابد عليهم حلق العانة الشعر الشعر الذي ينبت حول القبل. نعم نعم دي تشو غي نعم دا كو دوتو ادوارو ني مودو وان كو ريتلير واليلو كون مو نيغول يل اكن بوينيا واليلو كون مو نيغول يل كين ونتف الابط الشعر الذي ينبت تحت الابط دين واليلو نيكا يي مانتي انو ايوتي. نعم كذلك السواك عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستاك يعني إذا نكبت تيجي مسواك ما تعلق ما ما ينسون أمر متوم صلى الله عليه وسلم. إذا لم يجد المسواك كاو في يوم مسواك ماذا يصنع؟ يتمنى ممكن يستخدم فرشة الأسنان إني لو نادو ين مرة مرة ما بير أو يستخدم الإصبع كاو كمون تنيلو تيجي أو يأخذ خرق أو يستاك بها كاو كمون تنيلو تيجي بعد لاوي تي بقول لك يستحب السواك في كل وقت يدورني منو كبر في بيدي مسواك كمون مرة وعند تغير رائحة الفم سامورا مرة ما سامورا يعني دوغي تاكو كيل خسورة جيني دوم مراج وعند الصلاة كذي كلا كذي سؤالي عند قراءة القرآن كذا تقسم القرآن عند دخول المنزل then كذا وانجي مسجد وفي كل وقت سامورا مورا